السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النهاردة هنبدأ معاكم أول حلقة في الجزء الثاني من أندى العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، يمكن السنة اللي فاتت يعني تطرقنا في الحديث وتوقفنا عند مواقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويمكن الحلقة دي تخللها موضوع في غاية الأهمية، وهو ما يخص العلاقات الزوجية والبيوتات المسلمة. ويمكن الحقيقة حضرتك السنة دي ارتأيت إن احنا محتاجين نطوف حول بيوتات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نشوف أو نعيد الانضباط للبيوتات المسلمة اللي غاب عنها السكن والمودة والرحمة اللي كنا بنشوفها في وقت سابق. يمكن أنا واحد من الناس لاحظت من خلال تواجدنا في المساجد مثلا كثرة حالات طلاق في رمضان، الأرحام مقطعة بشكل مختلف عن ما كان فيها من صلات في السنوات الماضية، رغم أنه الناس من المفترض أنه الدعوة انتشرت أكثر والشيوخ يعني أطلوا من خلال الفضائيات أكثر. فيمكن عايز أتوقف مع حضرتك قبل أن ننطلق على بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالات رصد هذه الظاهرة عند حضرتك من اللي بيحصل في البيوتات المسلمة وما يخالف بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. الحقيقة أنا أريد أن أضع عدة محاور يمكن أن تشخص هذا الداء، وبالتالي يوضع له الإيه؟ الدواء. من المعلوم أن أفضل زوج على وجه الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتحدث عنه كزوج مع ذاته بيوتاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا أريد أن أنبه إلى القواعد الآتية. القاعدة الأولى هي ترك رعاية المسافات هو آفة الآفات. ترك رعاية المسافات هو آفة الآفات، نشرح يا شيخنا. أقصد بالمسافات أي المسافات التي جعلها الله عز وجل بين عباده. نعم. يعني مثلا بين الحاكم والمحكوم مسافة. نعم. فلا يحل لأحد أن يخاطب الرئيس مثلا بما لا يليق بجلال منصبه. نعم. إنما يتأدب، يعني يتكلم بما يريد، وكما كان يعني الشافعي مثلا يقول لأمير المؤمنين يا ابن عم رسول الله، يعني يعطيه شرف الإيه؟ شرف النسب. قبل أن يطرح ما يريد. قبل أن يطرح ما يريد. ليه؟ لأن استقبال الرؤساء اللي هم أصحاب المسافات العالية بما يكرهون يضيع الحقوق على طول. أي واحد من أصحاب المراكز العالية بيبقى لابس المنصب وهو يكلمك، فلما أنت تخاطبه ما لا يجوز بيحصل نوع من الفساد. فبين الرئيس، بين الرئيس والمرؤوس في مسافة. المسافة دي بيعمل خلل. كذلك بين الوالد ووالده في مسافة، فلا يجوز له أن يحد النظر إليه ولا أن يمشي أمامه ولا أن يسميه باسمه. يا عم الحد بالضبط، الحاجات اللي بتتعمل. بالضبط بالضبط بالضبط. نعم. فدي مسافة. لو أن الولد اختصر المسافة وطلع فوق وبقى متساوي مع الأب راس براس، نعم، بيحصل خلل. نعم. كذلك بين في مسافة، الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني شيخنا ده مش تحقير للمرأة زي الناس اللي بتتشدق بمسألة وليه الرجل أكتر من الست وأقوامه. ده بقى إيه؟ ده بقى معارضة الخالق في ما خلق وفي حكمته في جعل المرأة في مكان ما. برضو أنا عايز أقول ترك المرأة لثغرها هو الذي أفسد الأجيال كلها. يعني دور المرأة دور في منتهى الخطورة. يعني أنا بشبه دور المرأة بإيه؟
لما يكون احنا في مكان مهم وفي واحد حب يبني برج بيعمل ايه؟ العادة بالذات في السنوات الأخيرة بيعمل خشب ويداري على المكان اللي هم بيشتغلوا فيه. البرج ده هنفترض انه 30 40 دور، بيفضلوا يشتغلوا تحت الأرض قد ايه؟ فترة طويلة في الأساسات. فترة طويلة في الأساسات. نعم. وبرغم ان انت ممكن تكون معلق يافطة ان ده برج الكوثر، برج اي حاجة. نعم. تلاقي كل الناس ماشية ما فيش حد بيقف اطلاقا ولا يسأل ولا الكلام ده. نعم. تمام؟ امتى بقى يبتدوا الناس يلتفتوا؟ يوم ما يطلع البرج. نعم. ويتشطب، وبعدين يدخل الراجل بتاع الديكور يعمل ديكورات والكلام ده. والواجهة والكلام ده. أول ما الناس بتسأل وتدخل الشقة اللي هي خلاص زينت بديكورات والكلام ده، يقول لها مين المهندس الرائع اللي عمل الديكور ده؟ تمام؟ مفيش حد بيسأل المهندس الإنشائي اللي عمل أساسات العمارة. تمام؟ إمتى يستدعوه؟ يوم ما العمود يفلق أو البرج بيترنح، يقول لك هات اللي عمل القصة دي. دور المرأة هكذا شغالة تحت الأرض، لا أحد يشعر إطلاقا بدورها الحقيقي في تنشئة الولد. فبيفضلوا فترة طويلة جدا يطلعوا بالأساسات لحد فوق. الأم كذلك، قاعدة بنيان الأمم كلها إنما تبنى على أكتاف النساء، ولذلك أعداؤنا فطنوا لهذا فأسدوا نساءنا بكل ممكن، حتى تلاقي الإعلانات كلها نساء، حتى فيما يخص الرجال، حتى معجون الحلاقة. تبص أي معجون حلاقة وجيب لك صورة واحدة ست عشان يعني أنت هتبقى خدودك ناعمة زي خدود الست اللي محطوطة جنب المعجون وكده. إدخال العنصر النسائي تقريبا في كل شيء. ليه؟ لأن المرأة إذا تخلت عن دورها الحقيقي تربية الرجال ما تنفعش. يعني حركوا المرأة في اتجاه لم تخلق له. بالضبط. والمرأة صدقت، قالوا لها أنت نصف المجتمع وأنت أصبحت طاقة مهملة والكلام ده، المفروض تدخل وتزاحم الراجل في كل حتة وإلى آخره، في القضاء وفي الشرطة وفي كل حاجة، في كل حاجة. نعم. كل حاجة. ولما أنا سافرت بلاد أوروبا وأمريكا على فترات، لكن أكثر فترة تأملت فيها المشاكل لما كنت في ألمانيا من سنتين، وجاءني بقى الشباب عشان يعرضوا علي المشاكل بتاعتهم، فابتديت أعرف حقيقة المجتمعات الغربية من خلال المشاكل الكثيرة التي كانت تأتيني. المرأة هناك لا قيمة لها إطلاق، حولوها إلى سلعة. فأنا عايز أقول أنه ربنا عز وجل لما خلق المرأة لشيء معين لا تصلح إلا فيه. يعني ما يجيش واحد يقول أنه الرجل اللي بيزين البيوت أو الرجل اللي بيبلط، لا ده مهمة عالم الصواريخ أحسن منه. كل واحد له مهنة. والدنيا كلها، حتى الزبال اللي بيشيل الزبالة، وده احنا بنعاني الآن من الزبالة يعني على خلاف دول العالم كلها، مش عارفين الزبالة إيه اللي فيها. الزبال نفسه إذا بطل شغله وبطل يشتغل الكلام دوت هتلاقي البلد كلها. فأنا عايز أقول مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه لمهمة معينة إلا وهو يصلح فيها. إذا خرج من نطاق هذه المهمة بتفشل مهمته ويحدث الخلل في المجتمع. بالضبط كده. فأنا عشان كده بقول لما بنيجي نقرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يبقى إذن الرجل أصبح قيما على المرأة بشيئين. الشيء الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، الشيء الثاني بما أنفقوا من أموالهم. طول ما الرجل بيصرف وهو متعهد الأسرة والكلام دهوت بتبقى يده هي العليا. هم أحبوا يقضوا على ده يا شيخنا من إن مثلا أنا صدرت المرأة للعمل، إذا هي بتبتدي تكسب، يبقى مفيش حاجة اسمها بما أنفقوا. بالظبط. عايز يكسر حواجز الأهل. هي ما هي دي المشكلة. نعم. لا، وزيك الأكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات. في بيوت النساء العاملات. نعم. البيوت اللي المرأة لا تعمل فيها أكثر استقرارا وسكنا من بيوت النساء العاملات. ليه؟ لأن خدت من الرجل نصف القوامة. ما هو فضل بما فضل الله بعضهم على بعض. وقد بعض النساء تفضل الرجل. نعم. في التفكير وفي تدبير الأمور وإلى آخره، وزوجها يعتبر أخرق أو أحمق أو الكلام ده، فهي ترى إنها بتنفق على نفسها وفي نفس الوقت اللي بتدبر البيت وبتحل المشاكل وإلى آخره، فالراجل ملوش لازم. طب هل الشذوذ في مثل هذه الحالات يخلينا يعني نفرض القاعدة دي في مجتمع شيخنا؟ يعني هل مثلا إذا كانت في امرأة تفكر جيدا، امرأة استطاعت إنها تكسب وجوزها أخرق شوية وقت عليه في الكسب وما شابه ذلك، هل ده خلينا نعمم هذه القاعدة على المجتمعات؟ هذا شاذ، والشاذ لا يقاس عليه.
فده قانون الله عز وجل هو الذي وضعه. الرجال قوام، وقال تعالى وللرجال عليهن درجة. وزيك النساء لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رجال يجاهدون معك ويصلون معك فما لنا، لإحساسهم أن الرجال فوقهم. سوق الجهاد إنما تقوم به الجهاد إنما يقوم بهم، نشر الدين إنما يقوم بالرجال، العلم وتعلمه ونشره إنما يقوم بالرجال. وانت شوف العلم الشرعي مثلا، دعك من علوم الدنيا، العلم الشرعي قل أن تنبغ فيه امرأة. وأنا لما قلت هذا الكلام برضو بعض الناس زادوا في طنبوري نغمات وقالوا أن أنا بحقر المرأة وبقول المرأة ما تفهمش العلم الشرعي. لا، أنا أقصد العلم الشرعي بمفهومه الحقيقي، أنها تدرس الأصول، أصول الحديث، أصول الفقه، أصول العربية، وتدرك الاستنباط ومعنى الاستنباط وإلى آخره. يمكن طب إحنا هنتوقف بس مع شيخنا، يعني من أين جاء الخلل في البيوتات المسلمة زي ما الشيخ قال في توظيف المرأة في غير محلها؟ هنكمل كلامنا بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. كان شيخنا بيكلمنا في نقطة مهمة جدا، مسألة ترك المسافات، ما فيش احترام، ما فيش احتفاظ بمسافة بين الوالد ووالده، بين الزوجة والزوج، بين الرئيس والمرؤوس. ثم كان بيكلمنا فضيلة الشيخ ليه البيوتات المسلمة بدأ يحدث فيها الخلل، لأننا وظفنا المرأة في غير ما خلقت له. تفضل يا شيخ. فعشان فبقول برضو تتمة الكلام، رعاية المسافات هذه مسألة مهمة جدا، وما فيش إطلاقا حد ممكن يحتقر حد يقول أنا فوقك والكلام ده، كل مهيأ وكل ميسر لما خلق له. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها، لماذا نتزوج؟ هو ده إشكال كبير جدا، إن كثير من الناس لا يعرفون لماذا يتزوجون. السؤال سهل جدا والإجابة عليه صعبة. وحتى أنت لو سألت واحد لماذا تتزوج قال لك السؤال، ويفضل يفكر شوية كده ويجيب إجابات غير الإجابة الصحيحة. يقول لك لأن أمي عايزاني أتزوج، لأن أبويا عنده مصنع وعين الأولاد، لأن لازم أفرح بنفسي، سنة الحياة إلى آخره. لا، لماذا نتزوج؟ إجابته في آيات الطلاق. لماذا نتزوج؟ نجد الإجابة في آيات الطلاق. نعم، تمام. وأنا عايز يعني من يستمع للآيات وهي محفوظة للكل يعني أن يتأمل فيها، وسنقف فيها عند الثلاث فقرات في الآيتين دول. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، الزوج الذي تزوجها وطلقها، تمام، والزوج الأولاني أحب أن يراجع المرأة التي طلقها قبل ذلك، تمام، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فدلوقتي أنا عندي ثلاث فقرات، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، تتكررت مرتين ورا بعض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني المرأة إذا اختلعت من زوجها، تختلع من زوجها ليس لأنها تكرهه فقط، ليس لأنها لسه أن تعيش معه، لكن تخشى ألا تقيم حدود الله. هي المشكلة، زي الصحابية الذين أخشى الكفر، اللي هي امرأة ثابت بن قيس اللي كنت أضرب بها المثل. لما كرهت زوجها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، رايح يصلي الفجر، لا واقف على باب الدار، على باب الحجرة. فقال من؟ قالت امرأة ثابت بن قيس. ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، أنا من سكة ومن سكة، إني أخشى الكفر في الإسلام. أخشى الكفر في الإسلام، الكفران العشير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، الواجبات المفروضة عليها في الحياة. بالضبط، ليه؟ كرهته. وفي بعض الروايات لما أنا تتبعت طرق الحديث قديما، كنت عايز أعرف ليه كرهته، ليه عايز تطلق من ثابت ابن قيس. ففي رواية في مسلم الإمام أحمد إن هو ثابت كان قصيرا
وكان دميما، وهي بصت من طرف الخيمة، كان فوسط رجالة فطاحل وطوال فشافته ماشي في النص كده ايه يعني. بس الرواية دي فيها مقال يعني، لكن هو العلماء قد يبحثون عن السبب في بعض الروايات الضعيفة عشان يخرجوا بها الايه، يخرجوا بها الكلام يعني. قالت فلولا خشية الله لبصقت عليه. من الكلام ده يعني عايز اقول انها كرهته، لم تحبه، برغم ان ثابت بن قيس من اهل الجنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام في المسائل زي دي ما كان يجبر احدا على احد، ويكفيك بريره ومغيث. يعني لما مغيث جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم لان بريره اخذت حريتها ومغيث لا زال عبدا، فحينئذ تخير المراه اللي ما فيش فيه كفاءه، هذه حره وهذا عبد، تمام؟ فاختارت حريتها على ان تكون حره تحت عبد. فمغيث كان يحبها حبا شديدا، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به. فلما جاءت ويعني قال لها يعني استمر معها كلام من هذا القبيل، قالت اتامرني؟ قال لا، انما انا شفيع. قالت لا حاجه لي فيها. الله اكبر على الطاعه. والله حتى انا سبحان الله الكلمه اتامرني يعني لو لها امر حتنفذه حتى لو على لكن قال انما انا شفيع. ورغم ذلك انا بصراحه استعظمت انها ترد شفاعته، يعني برضه برغم ان هو لا الحريه، انما راعى النبي يا شيخنا مساله القلوب. طبعا مفيش كلام. مفيش كلام، لكن انا راعاني فعلا وجسمي اقشعر لما ردت شفاعته عليه الصلاه والسلام، مع اني لا الحق في ذلك، بس انا يعني ما قدرتش اخدم الموقف يعني. فهي عندما تقول انا اخشى الكفر في الاسلام، فقال اتردين عليه حديقته؟ وقال خلاص ورد، قال طلقها تطليقه، فلا جناح عليهما ان يتراجعا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عايزه تخلص نفسها حتى لا تغضب ربها. انا عايز البيوت تبقى ماشيه على هذا، ان يبقى هم تزوجوا يعني ما تبقيش عايزه تكرهي جوزك ويطلقك وتحافظي على كل اللي ادهولك ومعاكي وهو يروح مع السلامه. لا، انا المعنى اللي انا عايزه اكبر من هذا. انها اذا خشيت ان تعصي ربها بعقوق زوجها، ده الحامل لها ان تطلق. وانها تخشى الكفر في الاسلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الرجل الاول الذي طلقها 3 تطليقات وتزوجت بعده رجلا، وهذا الرجل الآخر طلقها، حينئذ يجوز الرجل الأول أن يتزوجها بشرط انت يقن لأن الظن هنا لم يخرج على بابه، إنما خرج المعنى اليقين. إن ظن اللي خلاكوا اتطلقتوا 3 مرات، إن ظنيتوا أن أنتوا حتتلافوا هذه الأمور وحتقيموا حدود الله، بقى ما فيش مشكلة. يعني إذن حتى الرجعة بتاعتهم مشروطة بأنهم يراعوا حدود الله عز وجل، انهم هيتقوا الله سبحانه وتعالى، وتكون حياتهم جميعا على وفق الشرع. يعني كون حدود الله خرجت من بيوتنا يا شيخنا في معظم البيوتات الا من رحم الله، خرجت مساله الحدود والتعامل والحقوق والواجبات وهذه الامور من خلال ان احنا ندور في فلك القران واوامره ونواهيه. يعني ده ودانا لهذه المرحله الصعبه في الحياه في البيوتات اللي بنشوفها دلوقتي. يا شيخ، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأول يعيش الضنك الأول، يشرد هو وأولاده، والبيوت تتفسخ، والأولاد يتربوا لوحدهم والكلام دوت، ويطلعوا في الآخر أولاد غير صالحين في مجتمع، ده ينضم لعصابة كذا، وده يروح يسرق مش عارف إيه الكلام ده، وده يشرب والكلام ده. هو ده الضنك، أن الواحد زرعه كله يراه يصوح ويذبل أمامه وكل لعن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من ضمن 3 ولد صالح يدعو له. حرم من ده بسبب البعد عن حدود الله في الحياة، يعني عذب بهم في الحياة، لأن كل يوم يستدعون لمركز الشرطة، كل يوم مش عارف يجيبوه، جايب قضية عمال يطلع ويدفع كفالات وهو الأخير والكلام ده، وجايب له العار. هو قد يكون رجل محترم في الـ في الـ في البيئة، وناس بيحترمون الكلام ده، ابنه يجر عليه الفضيحة، ثم لا ينفعه في الآخرة. ده لمغزى الواحد لو ربى له جاموسة في زريبة هيشرب منها لبن يعني في الحياه يعني، واخد بالك؟ فعشان كده يبقى خسر الدنيا والاخره، لست راح مع اولادي في الدنيا
وصرف عليهم واشتغل زي الحمار في الراحة، طول النهار يشتغل ويورد لهم زي الكمساري آخر نهار المسألة دي، ويعاني من أمراضه ويعمل وهو مريض عشان برضه يأكل الولد ويشربه ولا أحد يشعر به. وفي الآخرة الرجل بيترمي في القبر بتاعه، لا أحد ينظر إليه ولا أحد يدعو له، يبقى خسر الأولاد حتى في الآخرة. يبقى إيه نتاج الحياة؟ لأن يعيش الرجل عزبا أكرم له وأفضل إذا كانت الحياة تبقى بهذه الصورة. يعني شيخنا نقدر نقول إنه البيوتات المسلمة حتى في الزواج وفي الطلاق بعيدة كل بعد عن هذا المنحة وهذا المنهج في معظمها، يعني أي في معظمها يعني في معظمها ما بقيناش نلاقي حد حتى وهو بيتزوج بقينا نلاقي الموضوع سهل جدا، زوجت البنت على كتاب الله وسنة رسول الله صدق المسلم بيننا ونعمل فرح وشريط فيديو وبتاع الحياة انتهت على كده، وبعد كده لما نيجي نتخانق اللي انا قلته في الاول على كتاب الله ما ينفعش ما بنسي تماما بالظبط، نعيش بقى بنتي متربيه انت لابنك انا مش متربي ونخش في متاهات بالظبط بالظبط. نعم. الحاجه الثالثه ان المراه لا تعرف حقيقه وظيفتها بالنسبه للرجل. المراه جعلها الله عز وجل محل السكن وليس الرجل. هي المراه هي السكن عندها هي مش عند الرجل، وهذا ورد في ايتين من كتاب الله نصا وصريحا. الآية الأولى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ده النص الأولاني. والنص الثاني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم. نعم بالضبط كده. فالمرأة هي محل السكن، لكن كثير من الأمور المرأة محل النكد، خرجت بوظيفة السكن إلى وظيفة النكد. النكد بامتياز. آه بامتياز. نعم. بالضبط كده. الرجل يأتي متعبا من أيوة كده يا شيخ ناقش في غيرنا شوية. لا ما في رجال أغبياء يعني في رجال هم الذين أفسدوا المرأة. نعم. ولم يعينوها على أن تقوم بدورها. يعني أحيانا بيكون حضرتك بتشوف أنه ممكن المرأة تكون مستعدة لأن تكون هذا السكن، لكن الرجل خرجها برضو عن بالضبط. هذا الإطار بالضبط. فتركت السكن للنكد. بالضبط. نعم. لأن الرجل هو البعل، والبعل هو السيد المالك، بسبب أن الرجل أيضا انحرف عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة بتحط فوق العين نقطة، واخد بالك؟ نعم. فما عادش البعل. نعم بتعاملوا على هذا الأساس يعني ما لا تحترموه. طبعا إذا سقط حاجز الاحترام بين الرجل والمرأة بتبقى مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، لأن الرجل المفروض هو شيخ المرأة ومعلمها ومنه تأخذ الفضائل. فإذا عجز الرجل عن إيصال الفضائل إلى المرأة، والمرأة بطبيعتها ضعيفة وقليلة الخروج، يمكن الرجل بيقدر يخرج المساجد، يقدر يسمع محاضرات، يقدر يلتقي بالشيوخ ويقعد معهم ويكلمه الكلام، لكن المرأة حبيسة البيت تقريبا طول الفترة، لا سيما إذا أنجبت الأولاد وإلى آخره، بيبقى مكبلة. فمن أين يأتيها وازع الإيمان وهي على طول باستمرار في شغل البيت والأولاد والكلام ده؟ وحتى الرجل فقد وظيفته في مسألة حتى ما يسمعه زي كان أيام الصحابة، يعود إلى البيت يتلون عليه آيات الله وأن الله عز وجل قال كذا وكذا. حتى النساء اللي كانوا يسألونهم ماذا أنزل من القرآن وماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طب شيخنا يمكن أنا هتوقف عند هذا الحد، وعايز أعرف يعني كيف نستطيع أن نعيد الانضباط إلى البيوت من خلال إنزال آيات القرآن على واقع الحياة فعلا، بعيد عن أنه بركة في البيت أو أن إحنا بنسمعه فقط دون تفعيله في حياتنا. يمكن هحتاج يعني أواصل هذا الحوار الشيق مع حضرتك في حلقة مقبلة بمشيئة الله. هنتوقف عند هذا الحد من اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، ونلتقي بكم بعد ذلك في حلقة مقبلة على خير بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.